السلام عليكم الشباب. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا تصحيح ديال الوطنيات. غادي نخدموا بزاف، يعني غادي نحاولوا نخدموا بزاف ديال التمارين فيهم. غادي نشوفوا الطريقه ديال التعامل مع الوطني، كيفاش غادي تنظم ورقتك، كيفاش تقدر تخدم ليكزارسيس، كيفاش تقراه وتفهمه، يعني مجموعه ديال الامور اللي غتفيدكم ان شاء الله. وما تنساوش ديروا ابوني لاشين، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده على بركه الله. اول وطني، امتحان وطني اختاريت، يعني اختاريت نتاع الدوره العاديه 2015 المسلك ديال علوم الاقتصاد، ولاني انا نخليكم ان شاء الله لا ليبرتي توتال انكم تعطوني الاراء ديالكم في دي كومونتير، اي او ميم طون تقترحوا عليا وطني ولا تمارين اللي نقدر نخدمهم معكم. الغرض دائما بانه يكون تفوق وتوصلكم المعلومه وتستافدوا اكثر. انا في انتظار الاراء ديالكم غنكمل. الو، اول حاجه بغيتكم اللاير ديالكم تردوا لها البال، يعني داك النوت اللي كتكون مكتوبه الفوق في الوطني كاين اللي ما كيدعيرهاش اهتمام، هي مهمه. اول حاجه مهم سول كالكولاتريس، داكشي خليه مهم، غديش معاك كالكولاتريس ديالكم بروغرامابل لان هي لي نون اوتوريزي. الحاجه اللي مهمه، l'écriture comptable doit comporter les numéros des comptes, les intitulés, les montants et un libellé. الناس اللي كيقلبوا ان لا نوت ديالهم في لا نوت ديالهم تكون كامله مكموله، فاش تشد سيدي ليكريتور كونطابل ديالك ما تنساش النيميرو دو كونط، ما تنساليش لانتيتولي ديال ليكريتور، لي مونطون، وما تنساش الليبل، لان كل حاجه عليها 0.25. يعني نسيتي لهضات ديال 31 دوز معروفين كيداروا لي زيكريتور، انت ضيعتي 0.25. هذا علاش وجب الحيطه والحاضر. لي باج 4 و 5 سون ان روندر اوبليغاتوار افيك لا كوبي. هنا انفورماسيون مهمه، هو عطاك بان خصك ترجع ليه لا باج 4 و 5، غالبا غيكونوا فيها دي زانيكس، يعني بلا ما تمشي كاين اللي كيبقى يتخطيهم عنده في لا كوبي ديالو، هكا كتضيع الوقت، والوقت تما راه من ذهب كنز، يعني راكم كتمتحنوا حتى في الوقت. وعندك 0.5 هذه الجماليه ديال الورقه، ولكن مهمه لواحد الامور، لان ماشي كتضيع 0.5، بافوا تقدر تضيع وقتك كامله الا ما رتبتيش وقتك. كيقول لك ايفيتي لي غاتور اي لي سورشارج، يعني ما يكونش داك الورقه عامره ومطبس داكشي وفيه الضريب، نو ايغي لو تكست، ما نكتبش سطر تحت سطر، لا نكتب شويه عليا، ولا بغيت ورقه اخرى نجيبها وانا ماشي. نيميرو تيلي ريبونس، كل ريبونس واخا نبغي نبدا من الاول من التالي ولا من الوسط، نعطي غير لي نيميرو دي ريبونس، يعني ها علاش كنجاوب ولو تيتر. اونكادري لي ريزولتا، الله يرضي عليكم، يبان لو ريزولتا واضح وباين ومونكادري، ما عندك ما تخسر. او ديغنييغمون غيقول لك بان ايتوليزي لا ريكل بور تراسي لي جورنال اي لي طابلو، يعني فاش نجي نتراسي واحد الجورنال طابلو ما فيها باس نستعمل المسطره باش يجي داكشي متراسي مزيان وعلى حقه وطريقه، وهكا غادي نكون ضمنت النقيطه ديالي. يعني الا كان عندي داكشي صحيح ما عنده فين يضيع، يعني المصحح، لان الامور غتكون واضحه وباينه ان شاء الله، وكنتمنى لكم كاملين التوفيق والنجاح باذن الله. غادي ندوزو للتمرين دابا ديريكتومون. الوغ كيقولك بان لا سوسيتي ميتاندوس ارل ايت اون انتربريز سبيسياليزي دون لا برودكسيون اي لا كوميرسياليزاسيون دي بليس ميتاليك بور لاندستري، يعني هنا سيت اون انتربريز لي كوميرسيال اي اندستريال ا لا فوا، ايل مي ا فوتخ ديسبوزيسيون لي انفورماسيون اي دوكيمون سو دوسيو بور افكتويي سيغتان ترافو دانفونتير غولاتيف ا ليكزارسيس 2014. هنا رحنا كنعطيوكم تقريبا، كيعطيوكم ايتود دو كا ديال واحد لونتربريز، ولا كيعطيوكم ان كاد سانتيز ديال لونتربريز تكلفوا بها بلي زيكريتور كونطابل ديالها. نبداو باول حاجه عطاوكم هي لي زامورتيسمون. هنا لا البومي ايتا اللي عطاكم تجبد منه لي زانفورماسيون سي تا نيتا، يعني ان تابلو اللي كيجمع لي ديتا دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل، النيتا اللي فيه غير لي زيموبيليزاسيون امورتيسابل على بركة الله. أول خانة فيها لي زيموبيليزاسيون، يعني يكون عندي دابا دي فخي دو بوبليسيتي اللي هما دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، وعندي الماتيريال اوتياج، وعندي الموبيلي دو بيرو اللي فيه جوج، موبيلي 1 وموبيلي 2. من بعد عندي لي فالور دونتخي اللي هما لي فالور دوريجين ديالهم ما كيتغيرو، وعندي لا دات دونتخي كل واحد وقتاش دخل. هنا كنحط راسي مزيان شنو كاين، يعني عندي تما 2014 هادو جوج لي ماتيريو الاول والتالي بجوجهم هادو دخلوا جداد، المهم غير ملاحظات. في لي مود عندي لاموتيسمون، عندي المود ولوطو، عندي لي مود كاين شي واحد تما فوسطهم كاين ديغريسيف، لوطو سي بون، عندي 21% لي زوطر كلهم 10%. من بعد عندي واحد الخانه فيها الكوميل دامورتيسمون، واني اين كوميل كيتحتاج بزاف، و 31/12/2013 عندي الكوميل ديال 2013 ديال العام الفايت، سي بون تكونوا متفاهمين. عطيني واحد اللي هو الماتيريال اوتياج، وواحد ديرني علامه استفهام غالبا غيقولوا لي حسبوا اللي هو ديال الموبيليا. من بعد عندي لي زوبسيرفاسيون، يعني في الماتيريال اوتياج راه هو بما انه ديغريسيف عطيني الكويفيسيون اللي هو 3 بلا ما نحتاج نفكر، وعندي ان ماتيريال اللي غيكون سي دي اللي هو الموبيليا
تباع في لو 15/2014. هادو دي زانفورماسيون بقى عليها بال بيهم، ولا كان شي حاجه خفت ننساها وعرف بحال داك لا سيسيون وشنو هو لي موبيليزون، نحاول نسطر عليها ولا نعلم باش نبقى، لان هاد الوريقات هادو غيبقاو عندي انا، رجع انا غير 54. غادي نشوفوا لي كيسيون. اول حاجه قال لي كالكولي، كيسكو جو في كالكولي، اولا لو كومول دامورتيسمون دو موبيلي ا او 31/12/2013 اللي قلنا اللي فيه علامه استفهام. ثاني حاجه لي دوتاسيون او زامورتيسمون دو ليكزيرسيس 2014، نحسب لي دوتاسيون 2014. ثانيا انريجستري لي دوتاسيون او زامورتيسمون دي ليكزيرسيس 2014، وغادي ندير بي اللي غتكون هي لا ريغولاريزاسيون غولاتيف ا لا سورتي دو موبيلي ا. غندير غير سورتي ماشي سيسيون، مي افيك justification des calculs. Tel est un indice remplir l'extrait de tableau des immobilisations autres que financières B2 et l'extrait de tableau des amortissements les WAT avec l'annexe sur la page. Alors, on a un peu de corrige. Aoul Haja dans la numérotation, on va dire un A1. On dit le calcul de cumul d'amortissement de mobilier 1 au 31/12/2013. Je vais vous dire que je vais vous dire le calcul, كنحسب الكومول دامورتيسمون في 2013، يعني شنو كيساوي هو لا فالور دوريجين فوا تي فوا ان كبيره شوغ 12. المهم نحط لا فورمول، غنمشي نشوف لي زانفورماسيون المهمين اللي نقدر نحتاج ولا اللي خصني نبقى راد ليهم البال. يعني هذا عنده ان سيستيم اللي هو كونستون، فالور دوريجين ديالو هي 21600 درهم، دات دونتخي ديالو دخل في لو 12/4/2010، لوطو 10%، وعندنا بيان سور الا بغينا نعرفوا لا دوغي دو في اسكون هي 10 ans. تباع في 2014، ما دابا حنايا في 2013 غنشوفوا، يعني بقات لنا داك غونتين ما عندناش، يعني غنشوفوا باش نعوضوا. عندنا فالور دوريجين 21600 مضروبه في 10%، بقات لنا غير انا ندوزو نحسبوها. غنحطوا لاكس دو طون ضروري باش نحسبوا من دو. لاكس دو طون كيبدا سيدي من لو 12/4/2010 ايوا لا دات دونتري حتى لو 31/12/2010. هنا 12-4+1 تكون عندي 9 مو. من بعد عندي حتى لو 31/12 عاوتاني 2011، هنا 12 مو واحد اخر حتى لو 31/12/2012، 12 مو لان عام كامل هذا كامل مكمول 12 مو، وحتى لو 31/12/2013 هي لا دات اللي خصني نحسب فيها الكومول، حتى هي عندي 12 مو. 12+12+12=36+9=45، ان كبيره عندي هي 45/12. الى حسبنا دابا غتعطينا هي 8100 درهم. effectivement هذا هو لو كومول دامورتيسمون في 2013 ديال الموبيلي ا، وغادي نكادري داك الريزولتا وندوز نكمل لي كالكول ديال. دابا غادي نشوفو ان بي اللي كيقول كالكولي لي دوتاسيون او زامورتيسمون دو ليكزيرسيس 2014. دابا غنشوف لي دوتاسيون ديال 2014. اول حاجه هو انني غنحسب دوتاسيون دي فري دو بوبليسيتي، كيف ما سبق لي قلت راهم سي سون ديزيون سون اون نون فالور. غندير لا فالور دوريجين فوا تي فوا ان سور 12 بيان سور ايت ايغال فالور دوريجين. غنمشي للطابلو هي 48000 درهم، لوطو حتى هو عندي هو 20%، قالت لي دابا داك ان سور 12 القى بانها دخل في شهر 10 17/10/2014. يلاه هاد العام دخل حتى 17/10. واحد المعلومه الله يرضي عليكم ما خصنيش ننسى هادي ولا تمشي لي من البال، لي زي موبيليزاسيون اون نون فالور سوا يدخل في شهر 10 ولا في شهر 11 ولا 12، يدخلوا فاش ما بغا. كتحسب عام، دائما كنحسبوا له عام لانهما كي عندنا دي فري اللي كيتقسموا على 5 سنين وكيمشيو من لونتربريز. سي بون، يعني غنجيو تما غندير واحد بعوينات مغمضين وغنحسب 48000 فوا 20 فوا 1 لا تعطيني 9600 درهم، وغادي انكادر الريزولتا وندوز. سي بون، نقدروا نحسبوا حتى هذا لو برومي بياج الى بغيتو. احنا فتحناه يعني غنشوف ايموبيسيون اون نون فالور، راها بيان سور كو غنحسب عام ما غاديش نديها في داك في الشهور. ثانيا غنحسب دوتاسيون دو ماتيريال اوتياج. دابا سيت فوا ان سيستيم كومون ايلي ايلي ديغريسيف. الفالور دوريجين هي 330000 درهم، هاد دونتخي هي لو 5/9/2011، لو تو كونستون ديالو هو 10% و ديغريسيف 10 في 3 هي 30، غيعيش بانه 10 سنين، يعني لا دوغي دو في ديالو غيعيش 10 سنين. وعندي داك لو ان بانه دخل في 2011 غيبقى 10 سنين، دابا حنا يلاه في 2014، يعني يكون دوز 12 مو، عام كامل في 2014. مزيان، نمشيو نشوفو دابا لا فورمول كيفاش غنديرو نحسبو. بما انه سيستيم ديغريسيف كيفاش غنحسبو؟ هنا نقدرو عاوتاني نحسبوها نوتر بياج. هنا ما غنديرش الفالور دوريجين نو، بما انه ديغريسيف خصني ندير الفي ان الفالور نيت دامورتيسمون مضروبه في لوطو ديغريسيف مضروبه في ان على 12. الفالور دوريجين اش كتساوي؟ الفي ان اشنو كتساوي؟ كتساوي الفالور دوريجين موال الكومول دامورتيسمون. بما ان حنا في 2014، يعني غتكون كتساوي الفالور دوريجين موال الكومول دامورتيسمون حتى 2013، واللي غادي مضروبه في لو ديغريسيف مضروبه في ان سور 12، واللي غادي يكون بيان سور خصني نرجع للطابلو وغادي نلقى تما عندي لو كومول دامورتيسمون راه عاطينها لي.
اللي هو غتكون عندي 330,000 هي لا فالور دوريجين، ولو كومول دامورتيسمون هو 184,470 حتى هو معطي ليكم انفورماسيون مضروبه في 30% مضروبه في 12 على 12 مع ان دخل ما قلنا في 2011، وغادي ندير لي كالكول ديالي وغادي يعطيني بان لو مونطون هو 43,659. نكادر لي ريزولتا وندوز سيت فوا غنمشيو نحسبو الدوتاسيون دو موبيليي دو بيرو. هنا عندي جوج ديال لي موبيليي دو بيرو، موبيليي ا و دو. نبدا نحسب موبيليي ا، هذا عندي فيه الفالور دوريجين فوا تي فوا بوتيت ان سور 12. فالور دوريجين هي 21,600 مضروبه في 10%، انا سي لو كونستون يعني عادي مضروبه. دابا خصنا نمشيو نشوفو لا دوري. لا دوري رد بالي مزيان، قال لي غيمشي يدير دخل في 2010 عنده 10 سنين، حنا دابا يلاه في 2014 غيدير تما 12 على 12 وي نو. شوف لي زوبزيرفاسيون، راه عندنا سي دي لو 15/2 يعني تباع عام السين عام لالا في 15 في شهر جوج 2014، يعني هذا العام احنا فيه تباع. بما انه تباع في 2014 شحال دوز عندنا؟ تباع في جوج، يعني دوز عندنا يلا شهر واحد وشهر جوج ومن بعد بعناه ونصف شهر جوج. هنا غنحسبوا له شهرين، غيكون مضروبه في جوج على 12 اللي كتساوي 360 درهم. متفقين؟ ندوزو دابا للموبيلي 2، غتكون عندي لا فالور دوريجين ندور فوا تي فوا بيتيت ان سور 12 اللي كتساوي 8400 درهم مضروبه في 10 على 100 مضروبه. غنمشيو نشوفو دابا ان سور 12 شنو كتساوي بيتيت ان. عندي الموبيلي دخل في لا دات دونتري ديالو، نحط لاكس دو طون باش نهني راسي ان يلا دخل هذا في 2014، دخل لا دات دونتري نحط لاكس ديال 2014 من لو 1 1 2014 سي لو 31/12/2014. فوقاش دخل؟ دخل في لو موا 5 لو 6/5/2014. من لو 6/5 حتى لو 12 كيفاش غندير نحسب؟ غندير 12 ناقص 5 زائد 1 اللي غتعطيني هي 8 موا، يعني دخل 12 عندنا 8 موا. غادي ندير فوا 8/12 اللي غتعطيني 560، هكا غنطلع الفوق 360 زائد 560 هي 920، يعني الموبيلي الدوتاسيون ديال الموبيلي بيرو كامل هي 920. هكا غادي نكون جاوبت على لا بروميير كيسيون كامله. غندوز دابا نشوف لا دوزيام كيسيون اللي على حساب لي زيكريتور. غندوزو اول حاجه دو ا ايكريتور كونطابل غولاتيف او دوتاسيون او زامورتيسمون دو ليكزيرسيس 2014. نحط حدايا لي دوتاسيون باش ما ندورش قدام عيني. معروف ليكريتور ديال الدوتاسيون، كنديرو الدوت كنديبيتو الدوتاسيون وكنكريديو لو كونط غولاتيف لامورتيسمون ديال. عندي جوج دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون دو ليموبيليزاسيون اون نو فالور 61 91، وعندي 61 93 اللي هو دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون دي زيموسيون كوربوريل. ديزون كوربوريل عندي جوج، عندي الماتيريال اوتيج وموبيلي دو بيرو، ماشي كل واحد غنديرلو ديالو لا، غنجمعوهم في واحد سي لو ميم كونط وغنزلو لتحت وغادي ندير عاوتاني. عندي 28 117 اللي هو امورتيسمون دي فري دو بوبليسيتي بلو مونطون 9600 درهم. عندي 28 332 امورتيسمون دو ماتيريال اوتياج ب 43,659 درهم، وعندي 28 351 امورتيسمون دو موبيلي دو بيرو ب 920 درهم. دابا سيت فوا نطلعو للديبي نحطو 9600 درهم بور ليزون اون نو فالور اللي عندنا غير وحده، و بور كوربوريل غنجمعو 43,659 زائد 920 اللي غتعطيني هي 44,579. طيب غيكون هكا عندي ليكيليبر في الجور ديالي، وما ننساش لي بولي 0.25 اللي هو دوتاسيون دو ليكزيرسيس 2014. سي بون كون كادرت ليكريتور ديالي على ما يرام. دابا غنمشي نشوف دو بي لي ريغولاريزاسيون دو لا سورتي دو موبيلي ا، وكيف ما سبق لي وقلت دو لا سورتي يعني غندير اون سول ليكريتور اللي هي سي ليكريتور دو سورتي، ما هضرليش على السيسيون خصها دار في لا دات دو سيسيون بيان سور. اذا انا دابا كنهضر على الموبيلي ا، مشيت تما بريسيزي مزيان قدام عيني انكادريه، راه دار اللي قال لي بان خصني نعطي دي جوستيفيكاسيون. اول حاجه نبدا بليكريتور كونطابل، غادي 31/12 ان بيان سور 31/12 عندي في 2014. دابا غنديبيتي ان كود ديال لامورتيسمون اللي خاص بلامورتيسمون ديال هاد لو كونط اللي هو 28351، وغادي نولي نديبيتي او ميم طون ان كونط ديال VNA ديزيموسيون كوربوريل سي دي 65/13، وغنكريديتي لو كونط موبيلي دو بيرو 23/51. وبيان سور عندي في الليبيل ديالي سورتي دو موبيلي دو بيرو ا. هادو كلهم ديكريتور اللي هما كيما كنقولو بلا ماشين اوتوماتيك. غنبدا دابا نشوف لي شيفر هما اللي خصني فيهم لا جوستيفيكاسيون. اول حاجه عندي لامورتيسمون دو موبيلي دو بيرو، وهنا راه كيكون عندي خصني نحسب لو كوميول دامورتيسمون من نهار فاش دخل داك الموبيلي الى حتى 2014. كيفاش غيتحسب؟ غندير لا فالور دوريجين فوا تي فوا غون تان سور 12. فالور دوريجين هي 21600 مضروبه في 10 في
5% خصني نحسب داك غون تان غنبدا من لا دات دونتري اللي كانت لو 12/4/2010 حتى لو 31/12/2010 عندي 9 موا العام اللي موراه 31/12/2011 عندي 12 موا كامل اللي موراه 2012 كامل 12 شهر اللي موراه في 2013 12 شهر ومن 2013 حتى 2014 هنا عندي من لو 31/12/2013 حتى لو 15/2/2014 يلا عندي 2 موا لو موا ا ولو موا 2 غنكتب 2 موا التوتال ديال لي موا هو 47 شهر على 12 اللي غيعطيني لو مونطون ديال 8460 درهم لو ريزولتا اونكادري مزيان ها جوستيفيكاسيون كاين اللي غيحسبها اوترومون انا بغيت ندير هاد الكالكول باش نزيد شويه نوصل لكم ليكريتور بلاكس دو طون كاين اللي غيديرها ساهله ماهله غيدير الكومول دامورتيسمون ديال 2013 اللي فايتين حسبنا زائد دوتاسيون ديال 2014 اللي عندنا هاد العام يلا حسبنا تعطيه هي 8100 درهم اللي حاسبينها ديجا زائد 360 اللي تاهي حاسبينها هي 8460 يعني ما غيعذبش راسك مي الا ما درتيش هاد الغولاسيون يعني ما فكرتيش ما كيكون لك ستريس وبزاف ديال الامور وحسبتيها ماشينالمون يعني بلا ميثود اللي كتعرف حتى هي راه صحيح المهم الريزولتا صحيح عطيتو جوستيفيكاسيون من بعد غير خصنا نحسبوا الفي ان ا الفي ان ا بيان سور حل ساهل سي لا فالور دو جي موان كومول دو مارتيزمون 2014 اللي هي 21000 درهم و600 ناقص 8460 اللي غتعطينا 13140 درهم والموبيلي دو بيرو بيان سور كيخرج بلا فالور دو ريجين ديالو اللي هي 21600 درهم هكا غنكونو درنا ليكريتور دو سورتي والموبيلي بيرو خرج بحالو من لونتربريز اون فوا سالينا ليكريتور كونطابل غادي ندوزو سكي تري امبورطون لي وا نعمرو لي زانيكس لا كيسيون 3 و 3 ا عندنا انيكس نيميرو 1 ولي اكستري دو طابلو دي زيموسيون اوتر كو فينانسيير وهادشي راه حنا شفناه في لي زيتا دو سانتيز لي ما فهمش مزيان يرجع ليهم انا غادي نوضح هاد لو طابلو هذا غادي نشوفو فيه غير لطا دي زيموبيليزاسيون يعني داك لي زيموبيليزاسيون لي عندنا لي فري دو بوبليسيتي والماتيريال اوتيج موبيلي بيرو شنو اللي تزاد فيهم وزدنا شي حاجه جديده ولا نقصنا شي حاجه جديده من العام اللي فات لهذا العام هذا علاش تكون عندنا خانه فيها لي ناتور تبعنا امبيسيون اون فالور نبداو فري بريليمينير خانه اللي موراها سي لو مونطون بروت في ديبي ديكزرسيس في لو ان 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 يعني هذا الموبيلي هذا ولا هذا لي موبيليزاسيون واش كانت عندنا فاش بدا ليكزرسيس ولا ما كانش من بعد كاين لي زوغمونطاسيون كاين لي ديمينيسيون وكاين المونطون او 3112 ان فساليت بالنسبه للفري بريليمينير غنمشيو ديريكتومون لا دات يعني كنتعاملوا على لا دات بزاف فوقاش دخل هذا حتى 17 في شهر 10 2014 يعني في لو ان ما كانش في لونتربريز حاجه سميتها لي فري بريليمينير ولا لي فري دي زودي ما كانش حاجه سميتها لي فري دو بوبليسيتي الوغ غادي نديرو واحد لا بار تما لا ما كانوش عندنا هادو يعني غنمشيو دابا او كور د ليكزرسيس اللي غيكونوا فيه سوا لي دو لي دوكومونطاسيون ولا لي ديمينيسيون C'est vrai, au cours de l'exercice, yani le mois 10 précisément, le 17-10 précisément, on a une augmentation. Yani, on a des frais de publicité. On a 48,000 dirhams. On a des choses qui ont une augmentation. Est-ce qu'il y a une diminution? Non. On dirait une barre. Au moment de la fin de l'exercice, on a une barre. On a bien sûr, on a 0, zéro, l'augmentation moins la diminution, on a 48,000 درهم هذا هو لو مونطون فينال اللي خرجنا به في لا فان ديال ليكزرسيس غادي نمشيو دابا ونشوفو لي زيموزيسيون كوربوريل واللي هما ماتيريال اوتياج بيان سور وموبيلي دو بيو نبداو بالماتيريال اوتياج في لا دات دونتري ديالو غادي نمشيو نشوفو بان هاد الماتيريال اوتياج دخل بيان سور في لو 5/9/2011 يا سلام يعني 2011 هو كاين اذا في لو ان ان شحال كان عندنا في الماتيريال اوتيج هو داك الفالور دوريجين ديالو كان عندنا 330000 درهم هو الماتيريال اوتيج اللي كان نكتبو 330000 درهم وكوغ ديال العام واش شرينا شي ماتيريال جديد ولا بعنا شي واحد ما عطينا لا اكيزيسيون لا سيسيون يعني اوغمونطاسيون بار و ديمينيسيون تاع يا فيها اون بار ما وقعتش شي تغيير بيان سور في الفان ديكزرسيس المونطون هو هو يعني الموبيلي بيرو داك لي ماتيريال اوتيج اللي كان عندنا في لو ديبي ou mal le matériel outillage les bras de 9 la fin aucun changement comme si le mobilier de bureau fait le halo غادي نديرو عاوتاني نشوفو عندنا في لو مونطون في ديبي ديكزارسيس يعني في لو ان 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 غنمشيو نشوفو شنو كان واقع الموبيلي الاول اللي هو المونطون ديالو 21600 هذاك دخل في 2010 من 2010 هو عندنا تباع حتى 2014 ما كاينش يعني في 2014 في لو ان في لو في 1 في 1 2014 واش كان في لونتربريز ولا لا بالفعل كان في شهر واحد يعني غادي ندير نكتب وهذه الاولى هو كان نمشي نشوف الثاني موبيلي 2 اللي هو المونطون ديالو 8400 درهم وقت دخل هذا سيدي دخل لونتربريز حتى لو 6 لو موان 5 2014 واش في لو 1 1 1 في 1 2014 كان
لا ما كانش شي حاجه سميتها موبيلي دو. كان عندنا يلاه موبيلي واحد. اذا غنكتب داك الموبيلي شحال كان عندي في لو ا كان عندي موبيلي واحد اللي هو كيسوا 21600 درهم. مزيان غنمشيو دابا لشنو وقع وسط ليكزيرسيس اللي هما اوغمونطاسيون ولا ديمينيسيون. غنجي غنقول بان في وسط ليكزيرسيس ايفيكتيفمون شرينا موبيلي ثاني اللي هو الموبيلي دو. شريناه في لو le mois 5 le 6 le mois 5 2014 واللي الثمن ديالو 8400 درهم. مزيان في لي ديمينيتيون واش خرج شي موبيلي مشى بحالو؟ اييه نعم. شنو هو الموبيلي نيميرو 1؟ انه وقعت له واحد لا سيسيون في شهر 2 15 في شهر 2 بان الموبيلي 1 ما بقاش. يعني شنو وقع؟ ديمينيسيون. ما بقاش شحال سميتو موبيلي 2 باش يخرج. كيخرج بلو مونطون ديالو 21600 درهم مشى. اذا دابا في لافان ديال ليكزيرسيس شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا موبيلي واحد موبيلي دو هو اللي بقى. الان مشى بقى دو. يعني باش نحسبوها غادي نديرو 21600 درهم زائد لوغمونطاسيون اللي هي 8400 درهم ناقص لا ديمينيسيون اللي هي 21600 درهم خاصها تعطينا اوتوماتيكمون 8400 درهم المونطون الموبيلي البيغو اللي بقى. هذا ما كاين. دابا غادي ندوزو لو دوزيام طابلو اللي هو غادي يكون لانيكس 2 l'extrait de tableau des amortissements. L'exercice, bien sûr, le A1N, E1 2014, c'était le 31-12-2014. On va voir l'extrait du tableau des amortissements. On va voir la nature de la nature, qui est les états, fait le cumul au début de l'exercice, le A1 2014, quel cumul d'amortissement, ou le montant est le 31-12-2013, dans le jeu de date. On va voir les dotations de l'exercice, l'amortissement les ajoutés. شنو هو الامورتيسمون سور ايموبيليزاسيون سورتي يعني كان شي موبيليزاسيون تباع الامورتيسمون عليه. اونفان غادي نقولوا شنو هو الكومول دامورتيسمون في الفان ديكزارسيس. هذا اللي غنوليو نعتمدوا عاوتاني عليه في 2015 اللي غيولي هو الكومول ديال ديبي ديكزارسيس. وهكا كنمشيو كل عام باش نوضح شويه امور. يعني في لي فري بريليمينير غادي نبداو الكومول ديبي ديكزارسيس. حنا وقتاش قلنا دخلوا هاد لي فري بريليمينير سال 2014. يعني اصلا في 2013 ولا كومول ما عليهمش شي كومول قديم لان عاد دخلوا جداد. مزيان كاين شي دوطاسيون عليهم جديده. بالفعل حسبنا الدوطاسيون ديال العام الدخول الاول ديالهم واللي حسبنا عقلنا قلنا نديرو عام كامل واخا هما دخلوا حتى للمواديس. وهنا حسبنا لهم 9600 درهم. مزيان واش كاينه شي اموتيسمون ديال السورتي؟ لا ما كاين حتى شي سورتي شريط. اذا الكومول دو فان ديكزارسيس غتكون هي 9600 درهم هي داك الدوطاسيون اللي كاين. نمشيو نشوفو دابا لي زيموسيون كوربوريل. عندنا انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. مزيان الكومول في ديبي ديكزارسيس شحال كان؟ يعني نتاع لو 31/12/2013 اللي هو لو 1/1/2014 اييه راه عاطين هنا تما في الطابلو واللي كانوا حاسبينه ودايرين هو 184470. مزيان يعني نزل لو مونطون ولي نكسبو الدوطاسيون دهاد ليكزارسيس. راه حسبناها في لي دوطاسيون. غنمشيو نجبدها ونلقى هي 43669. واش تباع شي انستالاسيون شي ماتيريال ولا لا؟ ما تباع حتى شي ماتيريال. يعني تما عندي باغ الكومول دامورتيسمون دو فان ديكزارسيس غادي يكون هو الكومول في ديبي ديكزارسيس زائد دوطاسيون ناقص لامورتيسمون سورتي اللي غادي يجيني هو 184470 زائد 43659 غتعطيني 228129 نت. دابا غنمشي نشوف الموبيلي البيغو شنو وقع فيه. عندي الكومول في ديبي ديكزارسيس يعني عارفين بان عندي واحد الموبيلي اللي كان عندي قديم واحد يلاه دخل جديد. اذا شنو الكومول اللي غيتحسب لي ديال اللي كان عندي قديم؟ الله يرضي عليكم. اذا انا ماشي كنمشي بهذه الطريقه غير باش كنوريك حتى كومون ريفليشير يعني او ميم طون انت كتخدم مع ليكزارسيس كيفاش انك تخدم عقلك. اذا عندي لامورتيسمون كومول دامورتيسمون قديم هي على موبيلي 1 واللي ديجا حاسبينو اللي هو 8100 درهم ديجا حسبناه قبل نتاع 2013 اللي هو في لو 1/1/2014. دوطاسيون ديال ليكزارسيس جديده راح نحسبنا لي دوطاسيون. في لي دوطاسيون اللي عطاتنا 920 هو المجموع ديالهم بجوج ديال الاول والثاني. سورتي واش كاين شي واحد تباع؟ بيان سور بعنا الموبيلي الاول هكاك. شنو غادي نديرو؟ لو مونطون غيكون هو لو كومول دامورتيسمون داكور من لا دات دونتري حتى لا دات دو سيسيون. من لا دات دونتري حتى لا دات دو سيسيون حنا فايت نحسبناها في لي كالكول جوستيفيكاتيف فاش مشينا درنا السورتي واللي خرجت لنا هي 8460 درهم نكتبوها. وفي التالي الكومول غيكون بيان سور هو الكومول ديبي ديكزارسيس 8100 درهم زائد 920 اللي هو الدوطاسيون ديال ليكزارسيس ناقص 8460
اللي هو الامورتيزمون سور ايموبيليزاسيون سورتي اللي غادي تعطيني في التوتال 560 درهم. هذا هو الكومول الامورتيزمون دو فان ديكزارسيس. هادشي اللي كاين في هاد ليكزارسيس اللي بدينا دابا اللي خدمنا هاد الوطني. كيف ما كتشوفوا كاين دي نوسيون اللي خصني ديما رد ليهم البال, دي تروك اللي خصني نرد لهم البال لان هما اللي كيديروا الفريق في شاك اكزرسيس. يعني كي خاص طرو دو كونسونطراسيون كيخصني نتعلم نقرا لي زانفورماسيون نقلب عليهم ورد لهم البال ويكون النظره ديالي حاده في الاكزرسيس. نتمنى ان الشرح يكون وصلكم بسيط وسلس. وكيف ما سبق لي وقلت يعني عطيوني دي ريكومونداسيون ديال دوطغ اكزرسيس اللي باغيين نديرو سواء في زامورتيسمون لي بروفيزيون جميع الدروس اللي غيكون عندكم ان شاء الله في الوطني. بالتوفيق والنجاح للجميع ونلقانا في فيديو مجاني ان شاء الله. مع السلامه.